بتكلم كتير يا سيادة القاضي، بتكلم بقالي سنين ومحدش بيسمعني، تعبت من كتر الكلام. أنا هسيبك لضميرك وعينيك وهم اللي يحكموا. ده جوزك اللي ضربك كده يا سلمى؟ أيوة يا سيادة القاضي. أيوة، وكل يوم من ده وربنا وحده اللي عالم. الراجل ده الكاس ما بيفرقش ايده ليل نهار بالكاس، يا الكاس يا البانجو. بانجو؟ صرف كل فلوسه على ملذاته يا سيادة القاضي، وغير كده بيصرفش علينا مليم واحد. مخلينا نشحن، مجوعنا يا سيادة القاضي، مجوعنا. مجوعكوا؟ طيب انا راضي زمادك يا سعادة القاضي، ده منظر خدود جعانة. ان جبت الحق. لا مدام سلمى، انت لسه مصممه على الخلع؟ ايوه يا سياده القاضي. ايه ده؟ ومش هتنازل ابدا ابدا ابدا. افواري افواري، فاضل واحد. ابدا. طيب انا يا سعاده القاضي حالا حسبت لك ان الست دي كدابه من ساسها لراسها، بس بعد اذن سيادتك بس هتسمع شهاده الاولاد. دخلوا البنتين. مين دول؟ البنات فين؟ قولي لي يا حبيبتي، بابا بيعملكوا كويس في البيت؟ ان جيت الحق يا سياده القاضي، ابويا طول عمره انسان محترم. ظهر الحق. يلا السلام عليكم، اي اوامر؟ بس محترم مع الاغراب، انما معنا احنا منتهى القسوه، منتهى الالتهاب، منتهى الاحتقان. التهاب واحتقان؟ ايه ما كنتش معاكم منتهى اللوز؟ اسكت لو سمحت. انظروا اليه، انزلوا لهذا المتهم، ارفع بقى القناع اللي انت لابسه ده ووريه مشك الحقيقه عمر يا رشدي. حلو كده؟ وانت يا حبيبتي؟ كان نفسي اقول انه كويس، لان هو ابويا اللي جابني للدنيا، بس يا خساره مش هي دي الحقيقه. الحقيقه يا ست القاضي انه فضل اخواته الشخصيه عن بيته ومراته وولاده. سعاده القاضي، انا جوايا جرح كبير قوي عمال بينزل، جرح مرر طعم الايام في عينيا. ممرر ايه يما؟ طعم الايام في عينيا. هو ده العدل يا حكومه؟ هو ده العدل يا ناس؟ انا بجد مظلومه مظلومه مظلومه. الله، برافو، الله عليك يا ست، الله يا فنانه. يا ابني انت في محكمه. ويا اختي. اختي مدام سلمى، عندك حاجه عاوزه تضيفيها؟ هقولي يا سياده القاضي، بديك شفت وسمعت كل حاجة. خش خش. لا، ما شفتش كل حاجة. شفت دي؟ دي من ايه؟ رحت افتح التلاجة، كنت عطشانة. عطشانة؟ عطشانة. رحت اشرب بق مية يسد جوعي، قام معلمني بالكسلك في الترقوم. وانت يا استاذ عمر، مش عاوز تقول حاجة؟ والله كان عندي كلام كتير عايز اقوله، بس بعد بانجو وعطشانة وكسلك ابوس ايدك خلعني. حكمت المحكمة بقبول دعوى الخلع، رفعت الجلسة. انت متضايقة ليه دلوقتي؟ انت مش خدتي قرار وعملتيه، وفكرتي كويس قوي قبل ما تعمليه. سيبك من اللي انا عملته ده كله، بس انا بجد متضايقة. متضايقة على عشرة، متضايقة عشان خاطر البنات. عمري ما كنت اتخيل ان يجي اليوم وانا وعمر نقف قصاد بعض في المحاكم يعني. بس انتي مش اول واحده تعمل كده. اكيد ان شاء الله، ان شاء الله هتبقى فتره وتعدي، بس المهم انك تشغلي وقتك. مش عايزاكي تفكري فيه، مش عايزاكي تحسي انك محتاجه له. احتاج له؟ لا ما تقلقيش، ما اعتقدش اني احتاج له خالص. اذا كنت في عز ما كنت معاه، لما كنت بحتاج له ما كنتش بلاقيه. عمر مستهتر قوي يا هبه. اذا كان يا بنتي في المحكمه القاضي بيساله على بطاقته، طلع له كارنيه نادي الجزيره. ضايع. المهم بقى، انا عايزاكي دلوقتي تفكي كده وتروقي. قولي لي ايه رايك في لون شعري؟ حلو حلو. انت عارفه احلى حاجه في الموضوع ايه؟ ان انت والبنات هتقعدوا معايا. معلش يا هبه، احنا هنتقل عليكي شويه، بس ده وضع مؤقت يعني، يومين كده لغايه لما اجيب بيت. ايه اللي انت بتقولي ده اصلا؟ انت عبيطه يا بنتي، ده بيتك. انت افورت قوي يا عمر لحد ما خليتها وخلعتك. لا ما تقولش خلعتك دي تاني، انا ما اتخلعش ابدا. انا بس اتطلقت. قصدي طلقتك. لا دي كمان وحشه، ما تقولهاش. لا غير.
احنا عادي يعني فركشنا. فركشتك. اوه انا تخلعني بنت المقشفة. يرضيك يرضيك يا جميل صاحبك اترمي على اليمين. اه عايزك تفكر لي في اي فكرة انتقم منها. بص عايز اجيب وشها كده، عايز اجيب رجليها ورا قفاها، عايز اجيلي ركعة على ودانها، فاهم؟ فكر. لا لا ايه؟ ما يغص الوزة ولا يخليها تغلي كده و بابلز كتير كده. الا مزة زيها الا بتاكل امز منها. انت قصدك ايه بالكلام ده؟ اخطب. اخطب يا عمر. يا عمر اخطب يا عمر. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. انت يا بنت اللي بتقرني ليه زي؟ بص الواد عمر معاه ايه؟ بس ايه؟ مزه مزه يا بنت. يا بنت خلي عندك كرامه، ما تقوميش وراهم. انت مش عبيطه؟ انت عبيطه يا بنت ولا ايه؟ يا بنتي يا حمارة. عمر ايه ده؟ سامية؟ إيه لا لا سلوى. سلوى لا سلمى. سلمى صح ولا انا الاسم؟ لا هو سلمى حبيبي. الرباط كان هيتفك يا حبيبتي. ايه لا عجبت؟ لا بقى اخد بالك من الرباط. معقول كده؟ ثانكس بيبي عزبتك. ايه ما عرفتكيش سوسكا خطيبتي. سلمى طليقتي. لا حبيبتي خلعاه. حدا بيخلع هيدا القمر؟ مش قلت لي خلي عندك كرامه تشهر الولد ده؟ الله يخرب بيتك، انت بتعمل ايه هنا؟ يا عم انت لازم تظهر معايا في كل فيلم. يا سبكي انت ما بتعرفش تمثل. همثل وهرقص وهغني وهعمل كل حاجه وبفلوسي. انت بتاخد عليا، انتوا اعلى النجاح. يا سلمى يا حرقة دمك يا سلمى، عيني عليكي يا اختي. اهدي بقى يا سلمى بقى، اهدي شوية عشان خاطر خدي الدواء ده وانت هتهدي خالص. امسكي. عيني عليكي يا اختي. اه يا غلبانة يا سلمى. أنا أشوف كل اللي أنا شايفاه. ماشي يا عمر، ماشي يا عمر. لا 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 لا، إيه يا مجنونة كل ده؟ إيه ده؟ هديتي؟ والله انا لحقت. انا هتجنن يا هبة، هتجنن. ببقى انا اللي خلعاه وهو اللي كدني؟ ولا انا شفت البنت الخطيبة؟ ايه حلوة؟ خالص عادية جدا، ما فيهاش ريحة الانوثة. بنت مقفعة كده و... انت عارفة ذوق عمر بقى. هو عمر اصلا عمره في حياته عارف واحدة حلوة غيري؟ وانتي من غزلي ما تسيبيه يلبس. صراحة يا هبة البيت قطعة قطعة. وسطها وسطها قد وسطها قد ايه؟ وسطها قد رقبتي. ومن فوق حاجات ومن تحت حاجات وفي النص حاجات، كلها حاجات. عارفة البنات اللي بترسموا في الكاريكاتير اللي هي عاملة كده دي؟ عاملة كده